في الأفلام السينمائية كما في المسلسلات التلفزيونية ينتصر الخير دائما في النهاية، رغم أن حقيقة الحياة هي الأخيار دائما مهزومون. هاد أنت مرة تانية؟ بعدك ما سحبت السيارة؟ ممكن تفهمني شو بدك مني بالضبط؟ بدي اياك تصحى. بدك يعني يصحى؟ بالضبط. وشو بيهمك أمري؟ كيف شو بيهمني أمرك؟ أنت مواطن صالح وعم تتعرض لابتزاز من المرة اللي كانت زوجتك. ابتزاز؟ تماما. وشو دليلك؟ دليلي إنه عم تكذب عليك. ونعم الدليل والله. عم تضحك؟ طيب لما تزوجتك قالت لك انه عندها ولد من زوجها الاولاني؟ انت شو عم تخبص؟ اصلا انت شو دخلك بهدول القصص؟ هذا حكي قديم وصلاحيته منتهية. وهون غلطك يا استاذ. شو قصدك؟ سألها اذا كان ابنها عندها ولا مخطوف. مخطوف؟ وسألها كمان اذا بدك فرد مرة مين اللي خاطف. مين؟ سألها. عم اسألك الك، واضح انك بتعرف. طبعا بعرف. الولد خاطفه أبوه. والله حلوة هالنكتة. حارمها تشوفه. ويا سيدي بفرض إنه حكيك صحيح، أنا شو دخلني؟ هون حطنا الجمال. هو عم يبتز بابنه مشان هي تبتزك. ممكن أعرف أنا مع مين عم أحكي؟ قلت لك قبل بمرة فعل خير. والله ماني شايف بحديثك إلا الشر يا فعل الخير. بعدين حتى لو كان كلامك صحيح فمو قصة يا سيدي، هي ابتزتني بقرشين بعتبرهم تعويض نهاية خدمة منيح، بس انت لا بقى تتصل لهون ومين ما كنت تكون، فهمان؟ رزان فعلا ما خبت عني انها مطلقة، وما خبت عني انه عندها ولد، بس الشي اللي ما كنت بعرفه انه ابوه هو اللي كان خاطفه. هي بالقانون خطيفة، يعني جريمة، بس القانون احيانا بيكون بيضحك. وبجميع الاحوال انا شو دخلني بهالقصة كلها؟ حتى لو كان فيها شوية ابتزاز قررت اعتبرهم مكافأة نهاية خدمة وانسى الموضوع. قوم انقلع من بيتي. ولا عم اقول لك قوم انقلع من بيتي. بكرة الصبح بتنزلي على البنك وبتسحبي كامل المبلغ. ولك فشرت؟ فشرت اعطيك فرنك. ايه ليش لا، بس كل شيء بتمنه. شو يعني؟ يعني مثلاً ابنك، عم قول مثلاً ضربته سيارة وعطاكي عمره تتهني فيه. عطاني عمره؟ وانت شو بده يعطيك؟ أنا ما بدي منه شيء. انت بتقتل ابنك مشان المصاري؟ ابني أكيد ابني. لك انت بني آدم طبيعي؟ انت حيوان.